السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الماتيريال. أول حاجة أعملها إن أنا أدخل الملف وأقول له أوكي، أو بيبدأ يتعامل مع الملف دوت أهو. طيب هاجي من هنا ألاقي هنا اللايبراري بتاعتي، ألاقي هنا الماتيريال. الماتيريال فيه زواج، تمام. يعني لو انا جيت هنا وجيت بصيت على الزجاج دوت، الاقي هنا الجلاسز، انواع كتير من الزجاج تقدر تسحب وتحطه في مكان الزجاج. خلي بالك الاختصاص هنا تقدر تختار لون معين للزجاج، شفافية وسطي، تنفع تشوف اللي جوه المبنى ولا لأ، السكيلز، البامب قد ايه، السيتنج، ريفليكشن، تو سايد ولا لا. ده مثلا مع الفوبيك تقدر تختار مثلا حاجة ميتال اهو، وتسحب على الميتال هنا فيديك نفس لون الميتال اهوت، وتقدر تختار النوع مثل هيبقى لونه ايه، الريفليكشن بتاعه قد ايه، السكيلز بتاعه قد ايه، وتقدر تختار من هنا الاشكال اللي انت عايزها في البرونز. الكونكريت ممكن مثلا تختار كونكريت وتبدأ تحطه بالشكل دوت، وتبدأ هنا السكيلز هيبقى معاك أكتر، الريفليكشن، الكالر، ده اللي انت عايزه. بس اوكي، ده مثلا وود خشب، تقدر تختار مثلا الخشب اللي انت عايزه. وتشوف السكيل بتاعك، الريفلكشن بتاعك قد ايه، الكولر،